مفهوم الكفر والجهاد معلوم من الدين بالضرورة والزندقة والردة، كل هذه المفاهيم صيغت في ذاك الوقت ولا اليوم شغالة؟ يعني هلأ هذا الدين اللي نحن عنا صيغة في الحصر العباسي، نحن أمة كلام، يعني نتكلم أمور كثيرة لا يوجد ما يقابلها في الواقع، وهذا أدركت أنه العدم. يعني عندنا الخطاب الديني، أدركت أن هو الخطاب السياسي خطاب عدمي، خطابين توأمين. يعني وقت تحكي على السياسي عم يحكي أمور الواقع مو هيك، والخطاب الديني بيحكي شغلات الواقع مو هيك. فهون أدركت أنه بدي دراسة النص نفسه. وأول شغلة أدركتها، أول شغلة على الإطلاق أدركت أن الشرك والسكون في الحركة، أول شيء أدركته، أول عملية في سورة الكهف، فدخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قريبة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم يفطر ثم سواك ولكن والله ربي ولا أشرك بعبادة ربي أحدا. إيه هو ما قال أشركت، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، طرح ثبات يعني ثبات أنه هي تظل موجودة ثابتة. قام رد عليه أنه أنت كفرت بقانون التطور بالذي خلقك من تراب، انت شو عم جاب له قانون التطور ان انت كبرت في هاد؟ قال له الثبات لله ولا هو الله ولا اشرك به احدا، قال له الثبات بس لله ما في غير الله ثابت. لسبب عرفت انه مشكلتنا ستاتيك ستيت اوف مايند، هي اول مشكله، يعني سكون الفكر تماما، جامد عند أرض معينة واقف، هذا ما وجدنا عليه آبانا. يا سيدي في حدا بالدنيا قال عن حاله مشرك؟ قلوا لي في حدا بالدنيا قال عن حاله مشرك؟ طيب شو بيقول المشرك؟ إن وجدنا آبانا على أمة. المشرك ما بقول أنا مشرك، بقول إنا وجدنا آباءنا على أمتي وإنا على آثارهم مهتدون. هذا المشرك هي حجته أصلاً.